السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح لعبة ألغاز وأيضا مغامرات رائعة وأيضا بتحكم بسيط وحجم مناسب للغاية. تمثل مهمتك في هذه اللعبة في مساعدة هذه الفتاة في التغلب على مختلف العوائق التي سوف تواجهها في هذه اللعبة. ستكتشف في هذه المغامرة أن عيني البطلة يعني لها لونان مختلفان مما يمنحها القدرة على التنقل بين عالمي اللعبة الاثنين. ها هي اللعبة الآن، سوف نقوم باختيار Select Control Type هنا أو هنا، نقوم باختيار هنا أعتقد أفضل. جيد، هذه الفتاة لها عينان بلونين مختلفان مما يمنحها القدرة على التنقل بين عالمي اللعبة الاثنين، يعني في هذه اللعبة يوجد عالمين النور والظلام، ولهذا عليك بحل الألغاز الرائعة. كما تشاهدون اللعبة بسيطة للغاية، ولكن الألغاز تزداد صعوبة مع اجتياز أي مرحلة. الآن نقوم بالتقدم. النيو بوتن، ها هو زر آخر لقد فتح. جيد، ايه أخذنا نجمة. شاهد هذا القط، سوف أقوم بزيادة قليلة في الصوت. هيا نقوم بالتقدم هكذا. وكما تشاهدون أول لغز بسيط، هو عليك فقط بالضغط هنا والقفز على هذا الشكل. الآن سوف نرى هنا A new button has appeared. الآن زر آخر لقد حصلنا عليه، ممتاز فهمنا. الآن نقوم بالذهاب هنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ممتاز. الآن نقوم بالصعود. الألغاز الأولى بسيطة كما تشاهدون، العالم الخاص باللعب هو لطيف كما تشاهدون، جيد بسيط وأيضا رائع. A new button has appeared، أيضا زر آخر هنا، هذا الزر يمثل عين الفتاة. هو عالم الظلام كما تشاهدون، وهو عالم النور هكذا كما تشاهدون. إذا فتحنا عالم الظلام فإننا نرى زر هنا، هو الآن الظلام. هيا نقوم بالقفز. جيد، أخذنا نجمة. هيا نقوم بالتقدم الآن. كما تشاهدون عالم الظلام سوف تأتي إلينا هذه. هيا ننتظر قليلا. الآن سوف نقوم بتحويله إلى عالم الحقيقة. جيد، أو عالم النور. الآن نتقدم هنا. شاهدوا أيضا لغز آخر هنا، سوف نقوم بالضغط على التلفاز لكي نرى. أنا أقوم بالضغط هكذا. نعم شاهدوا، يعني بتحويله إلى هذا الشكل. ننتظر حتى يدور. هيا 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 بسرعة، اقترب اقترب اقترب. الآن سوف نقوم بالمرور، شاهد الآن سوف نقوم بالتحويل. رائع جدا، يعني اللعبة بها ألغاز رائعة ولكن سوف تزداد الصعوبة مع اجتياز أي مرحلة. الآن حصلنا على النجوم، لكن أعتقد نجم أخرى لم نحصل عليها. هي الآن سوف نتقدم إلى المرحلة الثانية. صراحة هذه الألعاب تنال إعجابي ببساطتها وأيضا روعة الألغاز والرسوميات الجميلة. هذه اللعبة تشتغل على أي هاتف أندرويد ولا تحتاج إلى رام أو معالج قوي. سوف نرى عالم النور. عالم الظلام، عالم النور. هيا جيد، ممتاز، أخذنا نجمة. الآن سوف نرى عالم الظلام. رائع. مشاهدينا، عندما حولت إلى عالم النور قد تحولت أيضا تلك القطعة وأرسلتنا إلى الفوق. الآن سوف نرى هنا، شاهدوا عليكم بسحب أعتقد هذه. هيا هيا هكذا نسحبها هنا، نقوم بالقفز ونقوم بأخذ هذه النجمة على هذا الشكل.
أعتقد سوف نقوم بسحبها مرة أخرى هكذا لكي نقوم بالصعود إلى الأعلى من الجهة الأخرى. نقوم بالقفز هكذا وندفعها على هذا الشكل. سوف أقوم بالتحويل إلى عالم الظلام لكي أرى هل هنالك أي جديد. لا شيء، نقوم بالقفز. هو هذا القط دائما نتبعه. ها هو عالم الظلام، وتوجد هذه الطريق السرية. النجمة، لقد أضعت نجمة كما تشاهدون للأسف. هو القط. هيا ننتظر حتى نقوم بالقفز هكذا. جيد، سوف أرى. لم يكن القفز هناك، لماذا؟ سوف أقوم بوضعه هكذا. لقد مت. شاهد هذا اللغز، نرى. لا، ماتت أيضا. سوف نحاول مرة أخرى. جيد، الآن اقتربت، الآن سوف تصل. جيد جدا، اللعبة جميلة للغاية. نحول إلى عالم النور. جيد، عالم الظلام، عالم النور. أعتقد سوف نقوم بالنزول بصفة عادية. يعني كما قلت لكم أن الألغاز تزداد صعوبة مع اجتياز أي مرحلة. شاهدوا هذا القط أيضا لديه عينين مختلفين زرقاء وحمراء. الآن كيف سوف نفعل؟ شاهدوا، تشاهدون الطريق مسدود. سوف نرى في التلفاز لكي نعرف. هيا شاهدوا اللغز، عليكم بالقفز فوق تلك القطع الموجودة هناك التي بها أسهم. هنا في جهة اليسار، جهة اليمين، جهة اليسار، اليسار، جهة اليمين، يمين، جهة اليسار. تذكروا معي، جهة اليمين، جهة اليسار، جهة اليمين، جهة اليسار مرتين، جهة اليمين مرتين. هكذا نقوم بالخروج الآن. هكذا وهكذا 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 هكذا. يمين، يسار، مرتين هنا، هناك مرتين، وهنا مرة. جيد، لقد فتحت البوابة كما تشاهدون، عبارة عن رمز سري. الآن سوف نقفز، اللعبة تزداد صعوبة كما تشاهدون مع اجتياز أي مرحلة. الآن جمعنا فقط نجمتين للأسف، لكن لا بأس. صراحة اللعبة جميلة تستحق التجربة. سوف تجدون رابطها أسفل الفيديو. اللعبة بسيطة لا تحتاج إلى شاهد هذا اللغز أيضا على هذا هكذا. جيد، ونقفز هنا مرة أخرى. الآن نقفز هنا مرة أخرى. صراحة كما قلت لكم اللعبة جميلة وتستحق التجربة، بها العديد من المراحل وأيضا وأيضا الألغاز تزداد صعوبة مع اجتياز أي مرحلة. عليك فقط بتجربة اللعبة وأخبرنا رأيك في التعليقات. شكرا لكم. نجمة أخرى ذهبت. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.